أحمد أيمن أحمد عطا، كلية الطب، جامعة المنصورة. سيرة الحادي. تقول حبيبتي الأولى: انكشف لي وأبدي أناك يا روحي فأبدي. تقول حبيبتي الأولى: انكشف لي وأبدي أناك يا روحي فأبدي. جنابك إنني ولد بسيط تفشت بالقصائد دون قصدي، وربتني الأصالة، لست أنسى عصا الكتاب حين نسيت وردي. تحية جارنا لأبي صباحا، صباحك كهرمان يا أفندي. تواشيح الإذاعة، خبز أمي، أغاني الست، صوت النقشبندي على النهوند صار صداه نخلا يقصقصه خيال بليغ حمدي. أذان الفطر في رمضان لما نجمع كلنا في بيت جدي، عيال الحارة، الجميز صيفا، وتوتا أسمرا، والتمر هندي. ونيلي الضمير أنا، تخيل ترددت إذا جرحت جلدي. ومصر فراشة لما تمشت على جسدي، نمت أوراق بردي. تقول الشاعرية: إن مهري مزاجك، فانكسر لتذوق شهدي. أقول: موافق، فترد: مهلا، أعندك وردة بيضاء؟ عندي. نجوت إذن وغابت عن عيوني، أكنه الشاعرية ماء وردي. فسرت أترجم الأشياء شعرا، وأفتح للندى بستان خدي. أحذر من فخاخ الأيديولوجيا، وأدعو للسلام المحض وحدي. ولكن باعني البشري بخس، فكيف وقفت يا إنسان ضدي؟ إذن سأفك أفكاري يمامة، وأطلقها لمن سيجيء بعدي، لأكمل رحلة المعنى تماما، وأصبح شمعة في قبر غاندي. شكراً.